يقول كاتب المزمور وهو اسمه مش مكتوب. ما نعرفش مين اللي كتب هذا المزمور عشان هنتناقش معاه شوية. فاسمه مش مذكور، معلش، لكن يمنعش المناقشة يعني. يقول من الضيق دعوت الرب، ده عنوان خدمتنا، من الضيق دعوت الرب. كملت الآية فأجابني من الرحب. وإحنا أول ما نقرأ هذه الآية، أنا لما قريتها من غير ما أقرأ الآية اللي بعديها، مجرد قريت الآية دي قلت آه، يبقى أنت قصدك يا كاتب المزمور إن أنا في الضيق أدعو ربنا، ولما يجي الفرج يبقى جات الإجابة. طب ما جايز يجي الفرج بعد 20 سنة، يبقى أنا إيه دعوت وقعدت مستني الفرج 20 سنة، وجايز يجي الفرج مش اللي أنا عايزه كمان. يعني مثلا إنسان مريض واشتد عليه المرض وهو مبسوط في الدنيا مثبت فيها، ويصلي واخواته يصلوا وقرايبه يصلوا، وكان مؤمن الكنيسه بتصلي معاه، وبعدين يجي الفرج انه يموت. هو ايه الغريب في الايه دي؟ يعني ما جبت لناش حاجه فيها جديده، لان انواع الفرج مختلفه، والفرج عند ربنا غير الفرج عند الانسان. ويجي الروح بعد الفرج. يعني طبعا هذا الكلام مش غلط، بيحصل، لكن هنا في هذه الآية ما قصدش كده كاتب المزمور. وأسمعه يقول لي يا أخي ما تكمل الآية اللي بعديها واللي بعديها، يعني كمل شوية، أنت بتقرأ كده مستعجل ليه؟ اقرأ كم آية كده. طب نقرأ كم آية؟ عدد 5 مزمور 118 5 هو قرنا من الضيق دعوت الرب فأجابني من الروح. عدد 6 بيذكر حقيقة إيمانية للمؤمنين. طبعا الكلام ده مش لأي حد في الدنيا، مش واحد يقول لك أنا في ضيق أجيبني رب، لا، ممكن الضيق ده نهايته الهلاك معك لغير المؤمنين، لكن الكلام ده بيقوله واحد نبي بالروح القدس، كتاب الكتاب المقدس كتبوه مسوقين بالروح القدس. فبيقول الرب لي فلا أخاف، كلام للمؤمنين مش لأي بني آدم يقول كده. الرب لي فلا أخاف ماذا يصنع بي الإنسان. هنيجي نفسر الكلام ده بعدين، لكن بس عايزين نوصل لإيه، إيه إجابة اعتراضنا عند كاتب المزمور. عدد 7 بيقول الرب لي بين معينية. بعدين وأنا سأرى بأعدائي. سأرى دي مستقبل ولا حاضر ولا ماضي؟ يبقى لسه الفرج ما جاش. يعني إيه؟ يعني أجابني من الروح، مش الروح بدأ إن الفرج إن الضيق خلص، لا، ولا إن الفرج جه. إيه خد ده؟ ده لخبطتنا أكتر كده. أنا فاهمينها، أنا في ضيق أصلي تتحل المشكلة، يبقى أنا فهمت الإجابة أن أجابني من الروح. يقول لك ده مفهوم كثير من البشر، ومفهوم مش غلط، وكثير يحصل كده، لكن ده مستوى من الإيمان شوية على قده، يعني على قد أنا من اللي بتناقش معاه. لو ما الإيمان هنا إيه اللي بتكلم عنه ده دلوقتي يا كاتب مزمور؟ الإيمان هنا إنك وإنت في الضيق جالك الروح. كيف ده؟ إذا كنت أنا في الضيق يجي لي روح بكيف؟ يطلع إن في آيات كثير في الكتاب المقدس بتتكلم عن كده. يقول لك مكتئبين في كل شيء، لكن غير إيه؟ كيف مكتئب غير متضايق؟ ما دي قالها بولس الرسول.
مطروحين لكن غير كيف واحد مطروح ما نهايته الهلاك خلاص لكن غير هالكين. يقول لك دي المعادلة بين الضيق والرحب اللي أنا بتكلم عنها هنا. وفي كمان آية تانية هما جدا يقول في هذه جميعها، قالها بولس الرسول في رسالة رومية، في هذه اللي هي هذه شل الضيقات ورا بعض سيف وجوع وضيقات كثيرة جدا، لكن في هذه جميعها مين كان بيكمل معايا؟ نكمل يعظم كيف يعظم انتصاري في الضيق؟ ما ده اللي بنتكلم عنه هنا. لما أنا بقول بالروح القدس في الضيق دعوت الرب فأجابني من الروح، ده وأنا في نفس حالة الضيق. طب الروح بيجي كيف؟ ما تعرفش أنت جاي كيف، لكن هيجي لك الروح، هيجي لك، هيفك أزمتك وأنت في الأزمة، هيقول لك اتحلت وهي معقدة خالص وتعقدت أكثر بعدين، لكن لما يجي وقت الحل اتحلت. ده يا اخوي ده ينظم ربنا ده. يعني انت متأسف لضيق وضعف إيماني، سألتك السؤال ده يا كاتب مزمور، علي أسمع دلوقتي وأفهم هتقول إيه. فندخل هذا المزمور من عدد 5 وإحنا بنتابع الأفكار الكتابية الروحية التي يتكلم بها كاتب المزمور بالروح القدس. أولا العدد اللي قبليه عدد 4 بيتكلم عن جماعة اسمهم إيه؟ ليقل متقوا الرب، وقبليها هارون وإسرائيل وهارون، وبعدين 4 متقوا الرب. ليقل متقوا الرب إن إلى الأبد رحمته، رحمته ما بتخلصش ولا بتنقص، وإلى الأبد. أحبائي هل أي إنسان منا خائف الآن؟ هل أي إنسان مضطرب الآن؟ سامحني، يا إما أنت مش من المتقين الرب، يا إما الشيطان واخدك في دوكة مجريك كده من وهم. قال الكتاب لا أخاف شرا، وجاي هنا ليه مش نفس الآية، يعني معنى تاني الفاظ تاني، لأنك أنت معي. أخاف كيف؟ جاي هنا الوقت حالا، يعني الضيق ما يخوفنيش، يخوف اللي لسه نامين في الإيمان، ولازم نشجع بعض عشان ننمو جميعا شوية زيادة شوية زيادة لنصل إلى درجة أن الضيق لا يخيفني، الضيق لا يزعجني، الضيق لا يجعلني أضطرب. ما الضيق يعمل فيه إيه؟ كلمة في سرك، الضيق يلذذ لي. كيف بك؟ كيف ده؟ بتخرف؟ لا، قول الرب في كل ضيقهم مين يكمل معايا؟ طب يلذذك ولا ما يلذذكش ده؟ ها؟ ايه رايك؟ ايه رايك في الايه دي؟ انا متضايق والرب متضايق معايا وعشاني، ايه رايك في الحته دي؟ حبيبي معايا في الضيق ده، انا في الفرشه في المستشفى وحالي مكعبر ومبهدل، يقول لي وانا بعد لك فراشك. الرب يعد فراش صديق، يرتب له فراشه في المستشفى، يرتب له فرشته كده. انت النيرس؟ ايوه انا النيرس. يا بختي بالمستشفى دي، يا بختي بالمستشفى، يا بختي بالمرض. طب ولما واحد يديني قلمين يقول لي انا خدتهم كمان معاك، خدتهم معايا. لان في كل ضيقهم تضايق، مش بس كده، وملاك حضرته انقذهم. تلذذ بالضيق كمان لذة تاني، لان خفه ضيقتنا الوقتيه تنشئ لنا اكثر فاكثر ثقل مجد ابدي. ما تخافش، ما تخافش، ما تخافش،
كان هنا في آيات عن الخلاص وكانت مناسبة أكثر لحادث المعمودية، لكن هو الحقيقة نال الآيات دي، هو وأنا وكلنا محتاجين لآيات الضيق دي، لأن الضيق ده من في كل يوم موجود. كل يوم في العالم سيكون لكم، مين اللي قال كده؟ الشيطان ولا ربنا؟ ربنا. في العالم سيكون لكم ضيق. طب احنا في العالم ولا برا العالم؟ في العالم. الضيق موجود، الضيق موجود، الضيق لا يرهب، الضيق لا يفزع، الضيق يلذذ الإنسان. إيه شكرا يا رب. ولما نروح لواحد في ضيقة شديدة مبروك عليك، هيقول لك أنت مجنون، نقول له لا أنا حاجل، أنت اللي مجنون عشان مش فاهم إن الضيق ده لذة، الضيق ده مكسب، الضيق ده عز، لأن الله معك في الضيق، ينقذك، يمجدك من طول الأيام، يشبعك ويريك خلاصة. خلينا في مزمور 118. من الضيق دعوت الرب، زي ما قلنا ده اللي هم الأتقياء بيقولوا كده، من الضيق دعوت الرب فرح جاب لي روح بجوايا وأجابني إجابة سرية خفية داخلية. ما تتضايقش يا حبيبي، نحن نعمل حاجة أنت ما بتشوفهاش لكن مذكورة في سفر النشيد، يقول لك شفتاه، شفتين مين؟ شفتين العريس المسيح يسوع. أيوة شفتاه سوسن، سوسن دي هي يعني زهرة ملوكية من اللي هي الليلز دي، حاجة مشهورة جدا في الزينة. مرة واحد شاف عندي كام ليلي كده، مين جاب لك الليلز دولة؟ حاجة غالية أوي، حاجة بيضة كده جميلة أوي. شفتاه سوسن تقطراني مرا مائعا. ايه اللي جاب المر للسوسن؟ المر المائع ده الضيق اللي بيديه لك ربنا ويميعه لك، يعني خليه كده نقطة نقطة على جد احتمالك وعمره جرب، قال كده لا يجربنا فوق ما نحتمل ابدا، بل يضع مع التجربة المنفذ. خد يا فلان، خد خد. قال له شكرا يا حبيبي، شفتك حلو قوي. قال هو بيدي لك الضيق ده ايه؟ بايده؟ لا ها برجله. سمعت عن رئيس جمهوريه كان بيضرب الشلوت؟ طب ربنا يضرب؟ لا يضرب مين يا عم؟ ما عندوش ضرب، ما عندوش ضرب. طب بيديني الضيق ده بايه؟ بشفتيه. ينقط نقطة نقطة، نقط تنك تنقط تنك تنقط. ما أحلى الضيق في حضنك يا يسوع، ما أحلى الضيق، لأني سأرى عجبا، سأرى خلاصك وأنك تنجيني من الضيق. من الضيق دعوت الرب فأجابني من الروح. نمر بقى كده مرور شوية بسرعة بعد ما فصصنا أو فصلنا قد ما نقدر، يعني آية 6 بيدي هذا القرار كاتب المزمور. صدقوني كلنا موافقين على هذا القرار، لكن مش عايز اقول كلنا، يعني جايز واحد منكم ما يدخلش في الموضوع، لكن لو انا انتوا زيي بالظبط يبقى كلنا، لان انا وقعت في الحكايه دي، مصدقين هذا الموضوع، لكن في نفس الحاله مش كلنا بنسمع الكلام ده، ولا كلنا بنعيف الضيق، من لخبط في الضيق. ايه الايه دي؟ ايه 6؟ الرب لي فلا أخاف، يعني ربنا لما يكون ليا، ربنا ليا ما خافش خالص، ده المفروض، وده اللي ربنا بينتظره، وده اللي ربنا بيختبره. أول اختبار في الضيق، أول اختبار في الضيق، زي واحد عنده السكر زي حالاتي، لما يجي له اي مرض قيس السكر، شوف السكر، واحد عنده ضغط اول حاجه يسوي الضغط، واحد عنده ضيق، مؤمن عنده ضيق ومتضايق، قيس الحته دي، هل هو مصدق وعد الله ولا لا؟ الرب لي فلا اخاف. خايف؟ انت اللي غلطان، ما تاخد دواء الضغط يا اخي، ولا تاخد لحوير انسولين، يلا ثق في الله، قدم تمجيد للرب في حياتك. الرب لي فلا اخاف، ويجيب لك المستند بعديها. ايه المستند؟
ماذا يصنع به الإنسان؟ ماذا يصنع به الإنسان؟ الرب لي فلا أخاف. ماذا يصنع به إنسان؟ إيه رأيك في الحتة دي؟ هيعمل لي الإنسان يعني؟ هيعمل لي إيه الإنسان؟ الرب لي، الرب معي، الرب سيدي، الرب أخي البكر، الرب الأب الأبدي، الرب مخلصي، الرب منقذي. ماذا يصنع به إنسان؟ يعني بيه؟ ثم الروح القدس قاد كاتب المزمور قال له قول لهم يعني ايه الانسان ده، وتعالى درجات كده من تحت لفوق كده، امسكها واحده واحده. فامسكها واحده واحده، قال ايه؟ الرب لي بين معينية وانا سارى باعدائي. لسه الدرجات جايه في العدد اللي بعديه، هنا قرار اخر. الرب لي بين معينية وأنا سأرى بأعدائي. دي هنا عبارة عن درجة إيمانية أرقم اللي قبليها. اللي قبليها مالوش حد يسأل عليه، مالوش حد يعينه. هنا اكتشف إن عنده حاجة اسمها معينية. إيه ده؟ من فين يقولك المعينين دول؟ أول ما أنا ما خفتش لقيت ربنا بعت لي هلمة كتيرة خالص، إخوة الرب جولي زاروني، واللي عنده اختبار قالهولي، واللي عنده كلمة من الكتاب فسرها لي. اتناقشت، ده إخوة الرب، أتي ربنا بعتهم. الرب لي بين معيني. إيه ده كل دول معينين؟ إيه ده كل دول؟ إيه ده كل دول؟ أصلك فتحت عينيك على الحقيقة. الرب لي فلا أخاف. ماذا يصنع به إنسان؟ بعت لك إخوة الرب يشجعوك، اللي أعطاهم سلطانا أن يدوسوا الحيات والعقارب وكل قوة العدو. مين يقدر على مؤمن واحد؟ مستحيل. الرب حميد، الرب معاه. الحقيقة الثانية، أنا سأرى بأعداء. حيجي اليوم اللي حشوف أعداء دول مهرولين وخايبين وخايفين ومضطربين وبيجروا من عظمة الله ومن نعمة الله. يجي بقى ايه ترتيب البشر كده اللي قلنا عليه ده. ربنا قال للمرنم رتب لهم البشر كده عشان يعرفوا قدرة ربنا ازاي. الاحتماء بالرب خير من التوكل على الانسان. تحتمي في ربنا خير انك تتوكل على ايه؟ على بني ادم، انسان واحد بس. ما قالش خير من الاحتماء، لان الاحتماء يعني هتحتمي بيه منك ايه؟ لكن توكل، يعني متوكل، انا متوكل على فلان، انا مبسوط عشان انا فلان وعدني خلاص هيحل لي المشكله. الاحتماء بالرب خير من التوكل على ايه؟ على انسان ضعيف. تصحى الصبح تلاقيه مات، تلاقيه عي، تلاقيه حصل مشكله ما يقدرش يعينك. الاحتماء بالرب أفضل كتير من التوكل على الإنسان. العدد الثاني، الاحتماء بالرب خير من التوكل على الرؤساء. شوف كبر حكاية، مش بس إنسان واحد، لا ده الرؤساء، رؤساء، رؤساء الدول، رؤساء المصالح. ده الرئيس يا عم، ده حل لي المشكلة. برضو غلطان، غلطان. الاحتماء بالرب خير من التوكل على الرؤساء. ارفع المستوى كمان تاني، ايه؟ كل الامم احاطوا بي باسم الرب وبيدهم. كل الدنيا عليك يا مؤمن، ولا هممني. كل الدنيا ولا هممني، يهمني ايه؟ كل الدنيا دي كده بس، خلاص كلها راحت وحصل في التاريخ. أثناسيوس الرسولي قيل له هذه العبارة رسمي، لأن الإمبراطور جاي وجايب معاه أريوس اللي هو ملا دماغ الإمبراطور قسطنطين ده بعدم ألوهية المسيح، واقتنع بيها جدا. ولما يكون واحد في مركز كبير خاطي، مع أنه هو مسيحي لكن مسيحي خاطي، يلخبط الدنيا.
وجاي هو وأريوس عشان يشيلوا أثناسيوس ده من المكانة بتاعته، كان بطرك شيلوه يرموه بره بعينه بدله مين؟ أريوس. وقالوا لأثناسيوس العالم كله ضدك، الإمبراطور نفسه جاي ومعاه أريوس يشيلك ويحطه، منظر إيه اللي أنت مستنيه؟ ما تهرب، شوف لك حاجة اعملها. حد فاكر هو رد قال إيه؟ مشهورة جدا العبارة دي، وأنا ضد العالم، إيه المشكلة يعني؟ ليه؟ كيف؟ وأنت مين؟ بتعمل إيه؟ ولا حاجة. الرب معينه لي فلا أخاف. الحق معي. أنا بأنادي بالمسيح يسوع ربا ومخلصا. الحق معي. طب ربنا حلها كيف دي؟ حد فاكر حلها كيف؟ موت أريوس في السكة. مات. الموت ده ليه معيد؟ مفيش مواعيد. مات. الإمبراطور اتغير فكره في لحظة. مات ده؟ يبقى ده كذاب. يبقى ده كله صح. وبعت له بقى تمجيدات وبتاع، وصار أريوس أشهر بني آدم في العالم. يا إخوتي. يقول كده الكتاب هنا إيه؟ يقول لك كل الأمم أحاطوا بيه، ده وإمبراطور العالم أحاطوا بيه باسم الرب يبيدهم، أحاطوا بيه واكتنفوني باسم الرب يبيدهم، أحاطوا بيه باسم النحل انطفأوا كنار الشوك باسم الرب يبيدهم، دحرتني دحورا لا أسقط يا خاطي يعني، أما الرب في عضدي تنك تزق فيه مش حاجة، لن أسقط أبدا لأن الله معي. أحبائي، حقيقة الله ينبغي أن تكون مرسومة في قلوبنا ومرسومة أمام عيوننا وواضحة لكل إنسان منا. إن كنت في المسيح فأنت خليقة جديدة، إن كنت في المسيح فأنت عضو في جسد المسيح، إن كنت في المسيح فأنت مش احتمال، فأنت لابد أن تكون تحت حماية المسيح. لماذا؟ لأن الرب يحمي كنيسته، الرب يحمي جسده، الرب معين لي فلا أخاف. أي واحد من حضراتكم يبص لإيده، يبص لإصبعه، يبص لأي حتة في جسمه، هل هذا الجزء من الجسم إذا مرض لا أمرض معه؟ إذا احتاج لا أسد احتياجه؟ إذا تألم لا أتألم معه؟ يعني أنت تعرف تصون جسدك والمسيح ما يصونش جسده؟ هذا مكاننا في المسيح، نحن عظم من عظامه، لحم من لحمه وعظم من عظامه. الرب يعطينا أن نقول من الضيق دعوت الرب، ما عنديش إلا أدعوه والرب يجيبني في الروح بدين الروح في قلبي وحشوف هيعمل ايه. ولإلهنا كل المجد للأبد، آمين.